خلال زيارته لشيليا ولمحطة في إطار جولة بأمريكا اللاتينية ستقوده إلى بوليفيا وكولومبيا وكوستاريكا، دعا رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى إجراء ومواكبة حوار داخلي بين الفرقاء السياسيين في فنزويلا بالتعاون مع المجتمع الدولي من أجل تسوية الأزمة التي يعاني منها البلد الجنوب أمريكي. وقال سانشيز في مؤتمر صحفي بسانتياغو عقده إلى جانب الرئيس الشيلي سيباستيان بينيرا إن فنزويلا مطالبة بفتح حوار مع نفسها فيما بين الفنزويليين أنفسهم لإيجاد حل للأزمة السياسية التي تتخبط فيها، مبرزا أن المجتمع الدولي مدعو بدوره لمواكبة هذا الحوار. من جهته قال الرئيس الشيلي إن بلاده استقبلت قرابة 150 ألف فنزويلي على أراضيها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مشيرا إلى أن الشيلي هي الوجهة الرابعة ضمن قائمة الدول الأكثر استقطابا للمهاجرين الفنزويليين بأمريكا الجنوبية. وأضاف أن فنزويلا تمر من أزمة إنسانية خطيرة قبل أن يؤكد استعداد بلاده من أجل العمل مع المجتمع الدولي لمساعدة كاراكاس على تجاوز هذه الأزمة وإرساء الحرية والديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. الرئيس الشيلي أكد من ناحية أخرى أن علاقات بلاده مع إسبانيا ستتعزز بشكل أكبر خلال المستقبل.